اهلا بيكم ومرحبا في قناتكم قناة روزا تشانل. لو فيديو جديد عن كارين بيرسون عند ارتشل، قبل ما نبدا حط لايك للفيديو سبسكرايب للشانل، عايزين نوصل 2000 سبسكرايب قبل نهايه السنه، فعل جرس الاشعارات عشان يوصلك كل فيديو جديد بنزله على القناه. ويلا بينا نبدا في الفيديو ده. انا متحمسه جدا، سو اكسايتد قوي، عشان هقول لكم خبر حلو قوي. اكيد عرفتوه من العنوان، موعد نشر جلسه التصوير بتاعت كارين بيرسون وهاند ارتشل. زي ما كلمتكم في فيديو سابق، هحط لكم اي بتاعته فوق، لازم تشوفوه لان هو بيتكلم عن تفاصيل الفوتو سيشن اكتر. هاند ارتشل وكارين بيرسون صوروا فوتو سيشن كبير قوي في اجواء شتويه، وعرفنا منين انها شتويه بسبب ان مديره اعمال كارين ومديره اعمال هاند كانوا مع بعض في فيديو، وكانت الدنيا بتشتي تلج عندهم واجواء احتفاليه. وانا في الفيديو السابق شاركت معاكم كل الصور اللي ليها علاقه بالاجواء وتاكيد على كلامي المكان ان هو هيكون تلج وغيره. كمان جايبه لكم تفصيله صغيره لسه معلنين عنها، ان هو هيتكلم عن فصول السنه الاربعه، الخريف والشتاء والصيف والربيع. يعني مش هيبقى ملتزم بحاجه واحده او بلبس واحد، هتبقى حاجه مختلفه. لكن حتى الان لسه مش عارفين هيبقى رومانسي اكشن مجنون. ابطال الصور كارين بيرسون وهاند ارتشل خرجوا في لايف وقالوا ان معاد التصوير والنشر قريب جدا جدا، وفعلا ده كان حقيقه لان بعد اللايف 3 ايام بالظبط صوروا الفوتو سيشن، والصوره تتعرض في مجله هالو، يعني تم تاكيد انها تتعرض في هالو. وموعد صدور المجله في اخر شهر ديسمبر، بالتحديد يوم 30/12/2020. المجله هيكون اسمها مختلف في العدد ده، بس هتكون بيست اوف هالو لانها تبقى نهايه السنه، طبعا نهايه السنه بحلويات زي كرم وهندا. والخبر ده من احدى الموظفات اللي شغالين في المجله، يعني من مصدر موثوق. اول ما المجله تنزل والصور تنزل اكيد هعمل لكم بيها فيديو مفصل بكل المقابله اللي هيعملوها والاسئله اللي هتتسالها له. بس كده يكون الفيديو خلص، حطوا لايك، اعملوا سبسكرايب، مش هنخسر حاجه يا جماعه. عايزين نوصل ل 2000 مشترك قبل نهايه السنه، واللايك ده بس تشجيع ليا حقيقي، بنبسط بكل حد بيعمل لايك. فاعملوا لايك، اكتبوا لي في الكومنتات رايكم، ولو عندكم اي سؤال او استفسار اكتبوا لي في الكومنتات وانا هرد عليكم. وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، تفعيل جرس الاشعارات عشان يوصلك كل فيديو جديد بنزله على القناه. باي باي.